بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، الإمام المجدد أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس 14. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهذا ونحوه مما يبين أن الذين يدعون الأنبياء والصالحين بعد موتهم عند قبورهم من المشركين الذين يدعون غير الله، كالذين يدعون الكواكب والذين اتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا في معرض بيان الشيخ رحمه الله للرد على الذين يدعون الأولياء والصالحين من الموتى ويتقربون إليهم بحجة أنهم أولياء الله وأنهم قريبون من الله، فهم يشفعون عند الله في قضاء حوائج هؤلاء كما كان المشركون الأولون يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فحجة هؤلاء مثل حجة المشركين الأولين، ويسمون هذا من باب التوسل طلب الشفاعة منهم، وهذا لا يغير من الحقيقة شيئا. الشرك هو الشرك ولو سمي بغير اسمه، ولو كان من يعمله في الجاهلية أو كان في الإسلام، الشرك هو الشرك قديما وحديثا. والله جل وعلا أمرنا أن ندعوه ونطلب منه حاجاتنا، ونطلب منه كل ما هو من مصلحتنا مباشرة بدون أن نتخذ بيننا وبينه وسائط أو شفعاء، فإنه قريب مجيب. الشفعاء والوسائط إنما يحتاج إليهم مع البعيدين عن الناس كالملوك والرؤساء، وأما الله جل وعلا فإنه قريب قريب مجيب سبحانه وتعالى، يسمع ويرى ويعلم. فما عليك إلا أن تمد يديك وتقول: يا الله أعطني كذا وكذا، اشفني من مرضي، ارزقني، اهدني، أصلح لي كذا وكذا، وتخلص الدعاء له، وهو سبحانه وتعالى قريب مجيب لا يقاس بخلقه الذين لا بد أن يتخذ معهم الوسائط والشفعاء وغير ذلك من الطرقات. فالحاصل أن فعل هؤلاء لا يختلف عن فعل المشركين الأولين سواء بسواء. نعم. قال الله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. هاتان الآيتان فيهما رد عليهم في اتخاذ الملائكة والأنبياء والصالحين
اتخاذهم وسائط بينهم وبين الله والتقرب إليهم من دون الله عز وجل. وسبب نزول الآية أنه لما جاء وفد نجران من أحبار اليهود والنصارى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الله وإلى عبادة الله وحده، قالوا يا محمد أتريد منا أن نعبدك كما يعبد النصارى المسيح؟ فأنزل الله هذه الآية: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. لا المسيح ولا محمد ولا غيره، لا يليق هذا بنبي من الأنبياء أن يأمر الناس أن يعبدوه وأن يكونوا عبادا له، وإنما يأمرهم بعبادة الله وحده. هذا الذي جاءت به الأنبياء: ولكن كونوا ربانيين. والرباني هو الذي يعلم الناس، هو الذي يعلم الناس الخير ويربيهم على الخير. وهذا الذي يقولونه ليس خيرا ولا يمكن أن يعلمه نبي لأمته أبدا، إنما الأنبياء يعلمون التوحيد، وكذلك أتباعهم من العلماء يعلمون التوحيد ويربون الناس على التوحيد. لكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. هذا هو الذي جاءت به الأنبياء، أنهم يعلمون الناس التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل، ولا يطلبون منهم أن يعبدوهم من دون الله. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا من دون الله. لا يمكن أن النبي يأمر بهذا. ثم قال: أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ أدل على أن عبادة غير الله كفر، ولو سمي ذلك توسلا أو طلب للشفاعة أو غير ذلك هذا كفر بالله عز وجل. ولا يأمركم، أي هذا البشر الذي آتاه الله الكتاب والحكم والنبوة، لا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين. هؤلاء هم صفوة الخلق، الملائكة والنبيين، فكيف بغيرهم من الأولياء والصالحين؟ لا يليق بأحد من عباد الله، خصوصا الملائكة والأنبياء وأتباعهم، أن يتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. دل على أن الذي يدعو الملائكة أو يدعو الأنبياء أو يدعو الأولياء والصالحين أنه اتخذهم أربابا، ومن اتخذ ربا مع الله فهو كافر. يأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. ففي هاتين الآيتين رد عليه، هي في الأصل رد على النصارى واليهود، وهي عامة في كل من قال هذه المقالة أو انتحلها ونسب هذا إلى الأنبياء. نعم. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. يقول الله جل وعلا للمشركين من باب التحدي لهم
ولدعوا الذين زعمتم من دونه من يعني غير الله سبحانه وتعالى، أيا كان ملائكة أو أنبياء أو صالحين أو جنا أو إنسان، تحداهم سبحانه وتعالى، ادعوهم اطلبوا منهم. الذين زعمتم من دونه، زعمتم، الزعم كذب، فاتخاذهم إياهم من باب الزعم لا أصل له في دين من الأديان السماوية. الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم، إذا نزل في أحد المرض أو ببلد أو بجماعة مرض ودعوا المقبولين والأموات والأولياء والصالحين وجميع من يدعونهم من دون الله، ألا يملكون كشف هذا الضر أبدا، إذا أنزله الله فلا يرفعه إلا الله سبحانه وتعالى، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وكونه يعالج بالأدوية وبالرقية وهذه أسباب قد تنفع وقد لا تنفع، فإذا نفعت فهذا بإذن الله سبحانه وتعالى، فهو الذي كشف هذا الضر بسبب هذه الرقية أو هذا الدواء، وإذا أراد لم ينفع شيء، لم ينفع شيء، فالأمر بيد الله سبحانه وتعالى. فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويل، تحويل الضر من عضو إلى عضو، ما يملكون أنهم يوخرون وجع الرأس لوجع الرجل أو اليد في البدن، ولا يملكون أن يحولونه من شخص إلى شخص آخر ولا من بلد إلى بلد آخر، ما يملكون هذا، لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يملك كشفه ويملك نقله من محل إلى محل، هو الله جل وعلا. إذن ما فائدة التعلق بغير الله عز وجل؟ فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. ثم قال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أولئك الذين يدعوهم المشركون وهم عيسى وأمه عليهم السلام، هم يتقربون إلى الله، هم فقراء إلى الله، يطلبون من الله، يبتغون إلى ربهم الوسيلة يعني القرب من الله جل وعلا. فعيسى وأمه عباد من عباد الله، محتاجون إلى الله، يتقربون إليه بطاعته وعبادته، فكيف يطلب منهم، يطلب منهم كشف الضر أو تحويله؟ فهم عباد مثلكم. أولئك الذين يدعون أي يدعوهم المشركون وهم عيسى وعزير ومريم عليهم السلام، عباد من عباد الله، هم مفتقرون إلى الله، يتقربون إليه ويتوسلون إليه بالطاعة ويرجون رحمته، يرجون رحمة الله ويخافون عذابه، فهم لا يأمنون على أنفسهم ولا يضمنون لأنفسهم حصول المقصود، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. هذا قول في تفسير الآية. القول الثاني أنها نزلت في قوم كانوا يعبدون الجن، في قوم من المشركين كانوا يعبدون الجن من دون الله عز وجل، فأسلم الجن، أسلم هؤلاء الجن وصاروا يتقربون إلى الله بقلب حوائجهم منه، ولم يعلم هؤلاء المشركون أن معبوديهم أسلموا وصاروا يدعون الله عز وجل، لم يعلموا بذلك. أولئك الذين يدعون
يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وعلى كل فالآية تدل على أن من يدعوهم المشركون هم عباد من عباد الله، سواء كانوا من الأنبياء الصالحين أو كانوا من الجن، هم عباد فقراء لا يملكون شيئا، فكيف يطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله جل وعلا. فهذه الآية فيها رد على المشركين في أن من تدعونهم لا يستطيعون إجابتكم وتحقيق مطالبكم، لأنهم مخلوقون أمثالكم، فكيف الإنسان يعبد مخلوقا مثله، فقيرا مثله، عاجزا مثله؟ هذا من العجائب والانتكاس في الفطر وتلاعب الشيطان بعقول بني آدم. نعم. وقال الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. نعم. وهذه أيضا فيها رد على المشركين وإبطال للشرك من أصله. قال الله جل وعلا متحديا للمشركين: قل أيها الرسول ادعوا الذين زعمتم من دونه. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، زعمتم، شوف زعمتم، والزعم كذب لأن هذا لا أصل له، اتخاذكم إياهم من باب الزعم والظن الكاذب. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. كيف تطلب من إنسان لا يملك شيئا لمثقال ذرة من السماوات والأرض، تطلب منه من يعطيك وهو ما يملك ولا ذرة؟ الملك لله جل وعلا، ليس لهم ملك في السماوات ولا في الأرض، فقراء، كيف تطلب منهم؟ لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. هذه واحدة. ثانية، إذا كانوا لا يملكون يمكن يكونون شركاء لمن يملك، يمكن يكونون شركاء للمالك، وما لهم فيهما من شرك، وما لهم فيهما أي في السماوات والأرض من شرك، فهم لا يملكون شيئا استقلالا ولا يملكون شيئا بالاشتراك، وما لهم فيهما من شرك، بل هما خالصان لله سبحانه وتعالى. الثالثة، ما لله منهم من ظهير أي معين، يمكن إذا لم يكن مالكا ولا شريكا أن يكون قريبا من المالك، يكون قريبا من المالك وزيرا له أو قريبا منه، يمكن يأثر عليه. الله جل وعلا ما له ظهير من عباده، ما له وزير ولا له معين ولا له، لأن الملوك من العادة يصير حولهم وجهاء وحولهم أعوان ووزراء، يمكن أنهم يأثرون على الملوك في تحصيل الطلب. الله ليس له ظهير سبحانه وتعالى، لا وزير ولا معين. انتبهت الثلاثة، لا الملك ولا الشركة ولا الظهير، يمكن أنه يشفع عنده شافع. قال الشفاعة أيضا لا تكون إلا بإذن الله، ولا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، فليس هذا مثل المخلوقين يشفع الشفعاء عندهم ولو لم يأذنوا. والله لا يأذن إلا لأهل التوحيد، وأنتم لستم من أهل التوحيد،
لأن الشفاعة لها شرطان. الشرط الأول أن تكون في موحد، في عصاة الموحدين. أما المشرك، المشركون ما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يقال، ما فيهم شفاعة. ولا تنفع الشفاعة عنده، أي عند الله، إلا بإذنه، وهو لا يأذن إلا لأهل التوحيد. فلا تنفع الشفاعة ولا تقبل في المشركين أبدا. وحتى أهل التوحيد لا يشفع لهم أحد إلا بإذن الله جل وعلا. فإذا الشفاعة تطلب من الله ولا تطلب من المخلوق، فيقال اللهم شفع في نبيك، اللهم شفع في عبادك الصالحين. قل لله الشفاعة جميعا، الشفاعة لله جل وعلا هو الذي يأذن بها، فتطلب من الله. إذن انقطعت كل عروق الشرك التي يتعلق بها المشركون في هذه الآية الكريمة من هذه الوجوه الأربعة. نعم. ومثل هذا كثير في القرآن، مثل هذه الآيات التي تبطل الشرك وترد على أصحابه كثير في القرآن لمن تدبره وعقله. لكن هؤلاء لا يتدبرون القرآن، كأن القرآن يخاطب غيرهم، يقرؤونه ويحفظونه لكن لا يتدبرونه، فيشركون بالله. والقرآن ينهى عن الشرك في كثير من الآيات ولا يتدبرونها. القرآن يرد الشبهات التي يتعلقون بها وهم لا يشعرون بذلك. انظر هذه الآية أبطلت الشرك من أصله من أربعة وجوه، وهم يقرؤونها ولكن لا يقلعون عن الشرك وعبادة القبور. لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن قلوبهم عليها غطاء لا يصل إليها القرآن ولا يصل إليها العلم والنور. نعم. ومثل هذا كثير في القرآن، ينهى أن يدعى غير الله، لا من الملائكة ولا الأنبياء ولا غيرهم. ينهى الله جل وعلا في القرآن أن يدعى غيره، لا من الملائكة ولا من الرسل والأنبياء ولا من الصالحين ولا من الجن والإنس ولا من الأصنام والأوثان، بل القرآن كله يأمر بإفراد الله جل وعلا بالعبادة والدعاء والخوف والرجاء والتضرع، جميع أنواع العبادة. نعم. ومثل هذا كثير في القرآن، ينهى أن يدعى غير الله، لا من الملائكة ولا الأنبياء ولا غيرهم، فإن هذا شرك أو ذريعة إلى الشرك. هذا شرك بالله إذا طلب الحاجة من غير الله، من الميت أو من الملك أو من النبي أو من الصالح، وهو لا يقدر عليها. والميت لا يقدر على شيء، والغائب لا يقدر على شيء ولا يسمع دعاء من دعا، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ما يستطيعون الذي تطلبون منهم، أنتم تطلبون منهم ما لا يستطيعونه. فهو سبحانه وتعالى في القرآن في آيات كثيرة، قل أن تمر سورة من القرآن قصيرة أو طويلة إلا وفيها النهي عن الشرك والأمر بالتوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل. ومع هذا هم مصرون على شركهم ويقولون هذا ليس بشرك، هذا توسل، هذا طلب للشفاعة وغير ذلك من الشبهات. نعم. فإن هذا شرك أو ذريعة إلى الشرك. شرك إذا طلب
من المخلوق، أو ذريعة إلى الشرك إذا طلب من المخلوق أن يتوسط بقضاء حاجته عند الله، هذا ذريعة إلى الشرك. بخلاف ما يطلب من أحدهم في حياته من الدعاء والشرك. أما الحي الحاضر فلا مانع أن تطلب منه ما يقدر عليه، تقول يا فلان أعطني أقرضني من المال، يا فلان ابن معي هذا الجدار احمل معي هذا المتاع، لا مانع لن يقدر على هذا، تطلب من المخلوق الحي الحاضر عندك ما، أو تقول يا فلان ادعو الله لي فيدعو الله لك، كما كان الصحابة يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لهم بالمطر في السقيا، أن يدعو الله لهم حاجاتهم، يدعو الله لهم بالنصر، فلا مانع أن تطلب من الحي الحاضر الدعاء يدعو لك. أما الميت فلا تطلب منه شيئا، لا دعاء ولا غيره. ما كان الصحابة رضي الله عنهم يذهبون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يقولون يا رسول الله ادعو الله أن يغيثنا، ادعو الله كذا، بل لما أجدبوا في عهد عمر لم يذهبوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا صلاة الاستسقاء وقال عمر للعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم قم يا عباس فادعو الله، فطلب من قريب من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم وهو عمه لأنه حاضر حي حاضر يقدر على الدعاء، فطلب الدعاء من الحي لا بأس به كغيره من الحوائج. نعم، فرق بين الحي والميت. نعم، بخلاف ما يطلب من أحدهم في حياته من الدعاء والشفاعة، من دعاء الله جل وعلا للمحتاج، والشفاعة لأن الدعاء شفاعة، الدعاء دعاء الله جل وعلا للمحتاج هذا الشفاعة من الداعي للمدعو له. نعم، فإنه لا يفضي إلى ذلك، لا يفضي إلى الشرك، وليس وسيلة، وليس على وسيلة إلى الشرك، خلاف دعاء الميت فإنه شرك أو وسيلة إلى الشرك. نعم، فإن أحدا من الأنبياء والصالحين لم يعبد في حياته بحضرته. نعم، الأنبياء والصالحون لم يعبدوا في حياتهم في حضرتهم لأنهم ينهون عن ذلك ويقاتلون من فعله، وإنما يعبدونهم إذا ماتوا بعد موتهم يعبدونهم، والأموات لا يعلمون عن شيء من ذلك، لكن يوم كانوا على قيد الحياة وهم يحاربون الشرك، ولا كما قال الله جل وعلا ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ما أحد من الأنبياء ولا من أتباعهم يقول هذا في حياته، ما بعد موته فإنهم يعبدونه ولا يدري ولا يقدر على منعهم، كما حصل للمسيح عليه السلام لما مات قالوا المسيح ابن الله أو المسيح هو الله أو ثالث ثلاث، ولهذا إذا حشرهم الله يوم القيامة وجمع الخلائق جميعا قال يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، لأن العبادة حق لله جل وعلا، إن كنت قلته فقد علمته، والله جل وعلا يعلم، وإنما يسأله يعلم أنه ما قال هذا، وإنما يسأله لأجل يبطل قول هؤلاء ويظهر بطلانه، وإلا فالله يعلم أن المسيح ما قال هذا، ولكنه سأله من باب إبطال حجة المشركين، أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانه أينزهك عن ذلك،
لأن الله منزه عن الشرك. ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. فهو نزه الله أولا، ثم نزه نفسه أن يأمر الناس بالشرك، نزه نفسه من ذلك. ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، أن الله يخفى عليه شيء، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. يقول حتى ما أضمرت هذا في نفسي، ما قلت بلساني ولا أضمرته في نفسي، لأنك تعلم هذا، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، هذا الذي أمرهم به عليه الصلاة والسلام، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. أدل هذا على أنه بعد وفاته، إنما عبدوه بعد وفاته عليه السلام، وهو لا يعلم بذلك ولا أمرهم بذلك. نعم. فإن أحدا من الأنبياء والصالحين لم يعبد في حياته بحضرته فإنه ينهى من يفعل ذلك، بل يقاتل من يفعل ذلك، كما قاتل النبي صلى الله عليه وسلم المشركين. نعم. بخلاف دعاء، بخلاف لما قال بعض الصحابة قوموا بنا نستغيث برسول الله من هذا المنافق، قال صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. ولما قالوا له لما قال له رجل ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. ولما قالوا له أنت سيدنا وابن سيدنا، قال السيد الله، قولوا بقولكم أو بعض قولكم، أنا عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي. فكان ينكر عليه الصلاة والسلام حتى الألفاظ التي يقولونها، حتى الألفاظ ينكرها عليه الصلاة والسلام. نعم. بخلاف دعائهم بعد موتهم فإن ذلك ذريعة إلى الشرك بهم، وكذلك ما إذا ماتوا وتغيبوا عن هذه الدنيا فإن الناس يعبدونهم من دون الله، لأن الموتى لا يشعرون بذلك ولا يقدرون على منعهم وردهم. نعم. وكذلك دعاؤهم في مغيبهم هو ذريعة إلى الشرك، دعاؤهم في مغيبهم، دعاء الميت أو الغائب على قسمين، قسم الأول أن يدعوه ويطلب منه الحاجة من دون الله، هذا الشرك أكبر. المسألة الثانية أن يدعوه لأجل أن يشفع له ويطلب منه الدعاء، يطلب من الميت الدعاء، فهذا ذريعة إلى الشرك، هذا ذريعة إلى الشرك، إذا طلب الدعاء من الميت فهذا ذريعة، أو طلب منه الشفاعة وهو ميت فهذا ذريعة إلى الشرك. نعم. أما لو طلب منه الحاجة هذا شرك أكبر. نعم. فمن رأى نبيا أو ملكا من الملائكة وقال له ادع لي لم يفض ذلك إلى الشرك به، بخلاف من دعاه في مغيبه. فإذا رأى ملكا من الملائكة، قد يرى الإنسان ملك من الملائكة ويطلب منه الدعاء لحضوره، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، لأنه حي حاضر ويقدر على الدعاء. أو نبيا أدرك نبيا من الأنبياء وطلب منه أن يدعو الله له، لا بأس بذلك في حضوره وحياته. نعم. فمن رأى نبيا أو ملكا من الملائكة وقال له ادع لي لم يفض ذلك إلى الشرك به، بخلاف من دعاه في مغيبه فإن ذلك يفضي إلى الشرك به كما قد وقع.
أما من كان ميتا أو غائبا فلا يطلب منه الدعاء، إن هذا يفضي إلى الشرك به. يطلب منه الدعاء في الأول ثم في النهاية يدعوه من دون الله عز وجل، فيكون أشرك بالله عز وجل. نعم. بخلاف من دعاه في مغيبه فإن ذلك يفضي إلى الشرك به كما قد وقع، كما قد وقع لكثير من القبوريين، يقولون نحن نطلب منهم الدعاء، وطلب الدعاء جائز ولا فرق بين الحياة والموت، كما أنه يجوز أن نطلب منه الدعاء وهو حي حاضر نطلب منه وهو ميت، ونقول هذه مغالطة، في فرق بين الحي والميت، في فرق بين الحي والميت. الرسول صلى الله عليه وسلم يوم كان على قيد الحياة ويمشي مع الناس وهم يطلبون منه الدعاء ويستفتونه فيما أشكل عليهم ويتعلمون منه ويتلقون عنه القرآن والوحي، فلما مات ما كانوا يفعلون هذا عند قبره صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على الفرق بين الحياة والموت. الميت لا يطلب منه شيء، وإنما يطلب له، يدعى له ويستغفر له ويتصدق عنه أنه بحاجة، أما أنه يطلب منه ويدعى فهذا شرك بالله عز وجل. نعم. بخلاف من دعاه في مغيبه فإن ذلك يفضي إلى الشرك به كما قد وقع، فإن الغائب والميت لا ينهى من يشرك. لا. فإن الغائب والميت لا ينهى من يشرك، لأنه ما يقدر على الغائب، ما يدري لو أشركوا به وهو غائب ما يدري، إذا كان لا يدري ما يمكن ينهى عن ذلك وهو لا يدري، كذلك الميت ما يدري عن من دعاه، ما يدري عن من دعاه، لأنه في برزخ، في عالم آخر غير عالم الدنيا، فهم لا يسمعون أهل الدنيا ولا يعلمون بأحوالهم لأنهم في عالم آخر، عالم الآخرة. نعم. فإن الغائب والميت لا ينهى من يشرك، بل إذا تعلقت القلوب بدعائه وشفاعته أفضى ذلك إلى الشرك به، فدعي وقصد مكان قبره أو تمثاله أو غير ذلك، كما قد وقع فيه المشركون ومن ضاهاهم من أهل الكتاب ومبتدعة المسلمين، كما كان المشركون يفعلون هذا، ومن ضاهاهم من أهل الكتاب يعني شابههم من اليهود والنصارى مع أنبيائهم، وكذلك من المسلمين من وقع في هذا من القبوريين وعباد الأضرحة. نعم. ومعلوم أن الملائكة تدعو للمؤمنين وتستغفر لهم، كما قال تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. الملائكة يدعون للمسلمين ويستغفرون لهم ولو لم يطلب منهم ذلك، هذا شأنهم عليهم السلام، هذا شأنهم، يدعون لأهل للمسلمين، يستغفرون لمن في الأرض ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك فقهم عذاب الجحيم، هذا من شأنهم، ما يحتاج يطلب منهم هذا، هم يفعلون هذا. نعم. كما قال تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. الذين يحملون العرش، لأن الملائكة أقسام، الملائكة أقسام، كل قسم له عمل، ومنهم حملة العرش، الذين يحملون العرش، عرش الرحمن سبحانه وتعالى، ومن حوله حول العرش، هذا صنف من الملائكة، وهناك أصناف
أخرى، كل صنف له عمل موكول إليه. نعم. وقال تعالى: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. الملائكة يسبحون بحمد ربهم، هذا شأنهم التسبيح، ويستغفرون لمن في الأرض من المسلمين خوفا عليهم، هذا من نصحهم لبني آدم وشفقتهم عليهم، فهم يعملون هذا ولا يحتاج أنهم يطلب منهم. نعم. والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم، والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. الذين اتخذوا من دون الله، من دونه أي من دون أي غير الله، من دونه أي غير الله، أولياء يعبدونهم من دون الله، الله حفيظ عليهم، الله ليس غافلا عنهم، بل هو يرى فعلهم ويطلع عليهم وسيعاقبهم ويحاسبهم على ذلك. وما أنت عليهم بوكيل، النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ عن الله، ولا يملك الهداية، هداية القلوب وإدخال الناس في الإيمان، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، هذا بيد الله سبحانه وتعالى، إن عليك إلا البلاغ، الرسول إنما هو مبلغ، وأما الهداية فهي بيد الله سبحانه وتعالى، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، هذا شأن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فالملائكة يستغفرون للمؤمنين من غير أن يسألهم أحد، يعني فلا حاجة إلى أن تطلب من الملائكة أنهم يدعون لك، الملائكة هذا شأنهم، يدعون للمؤمنين، إن كنت من المؤمنين فهم يدعون لك، وإن كنت من غير المؤمنين فلا ينفعك شيء. نعم. وكذلك ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء والصالحين يدعو ويشفع للأخيار من أمته هو من هذا الجنس، هم يفعلون ما أذن الله لهم فيه بدون سؤال أحد. نعم، كذلك الشفاعة، الله جل وعلا يملك له ملك الشفاعة ويعطيها من يشاء ويأذن بها لمن يشاء من الأنبياء وغيرهم، الملائكة يشفعون والأنبياء يشفعون والصالحون يشفعون والأفراط الذين ماتوا صغارا يشفعون عند الله سبحانه وتعالى، لكن كل هذا لا بد أن يكون بشرطين: الشرط الأول إذن الله للشافع أن يشفع، الشرط الثاني أن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد، ممن يرضى الله قوله وعمله، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذا شرط، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، هذا الشرط الثاني، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء، كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، هذان الشرطان. الشفاعة لا بد لها من شرطين. نعم. وإذا لم يشرع دعاء الملائكة لم يشرع دعاء من مات من الأنبياء والصالحين، ولا أن نطلب منهم الدعاء والشفاعة وإن كانوا يدعون ويشفعون، لوجهين: أحدهما أن ما أمرهم الله به من ذلك هم يفعلونه وإن لم يطلب منهم، وما لم يؤمروا به لا يفعلونه ولو طلب منهم، فلا فائدة في الطلب منهم. الغائبين من الملائكة والأموات من الرسل والأولياء لا يطلب منهم هذا الشيء، إنما يطلب هذا من الأحياء الحاضرين، هذه هي القاعدة. نعم. الثاني أن دعاءهم وطلب الشفاعة منهم في هذه الحال يفضي إلى الشرك بهم، ففيه هذه المفسدة. نعم، إذا جاء إلى القبر وطلب من الميت أن يشفع له، أن يدعو الله له، فهذا طلب يفضي إلى الشرك،
وما هو بشرك في نفسه، لأنه يطلب منه الدعاء ويطلب منه الشفاعة عند الله، فهذا طلب باطل، لأن الميت لا يسمعك ولا يقدر، وهذا يفضي إلى أنه في النهاية يدعو الميت نفسه ويطلب منه الحاجة، فهو وسيلة إلى الشرك. نعم. فلو قدر أن فيه مصلحة لكانت هذه المفسدة راجحة، فكيف ولا مصلحة فيه، بخلاف الطلب منه في حياتهم وحضورهم فإنه لا مفسدة فيه، فإنهم ينهون عن الشرك بهم، بل فيه منفعة. فالطلب من الحي إن كان سائغا هذا ما فيه مفسدة، تطلب منه مبلغ من المال، تطلب منه إعانة على عمل، تطلب منه إجابة على مسألة، هذا لا بأس به. أما إذا كان فيه شرك فهم لا يقرون ذلك بل ينهون عنه. الحي لا محذور فيه، الحي لا محذور في الطلب منه، لأنه إن كان يطلب منه أمر سائغ فهذا لا بأس به، وإن كان غير سائغ فإنه ينهى عنه ولا يقرك عليه، خلاف الميت، الميت لا يقدر ولا يدري. نعم. بل فيه منفعة، وهو أنهم يثابون ويؤجرون على ما يفعلونه حينئذ من نفل. بل إن الحي إذا طلبت منه وقضى حاجتك له مصلحة في ذلك، الحي نفسه له مصلحة، لأن الله يأجره على إعانة أخيه وعلى تفريج كربته، فأنت تحصل على حاجتك وهو يحصل على الأجر. إذا طلبت منه مبلغا من المال صدقة أو قرضا فهذا فيه مصلحة للسائل ومصلحة للمسؤول، السائل يقضي حاجته والمسؤول له الأجر والثواب عند الله جل وعلا. نعم. الله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. نعم. بل فيه منفعة، وهو أنهم يثابون ويؤجرون على ما يفعلونه حينئذ من نفع الخلق كلهم، فإنهم في دار العمل والتكليف، وشفاعة في الدنيا. نعم. وشفاعتهم في الآخرة فيها إظهار كرامة الله لهم يوم القيامة. في الآخرة إذا أذن الله للشفعاء أن يشفعوا فهذا إكرام للشفعاء ونفع للمشفوع فيه. نعم. وأصل سؤال الخلق الحاجات الدنيوية التي لا يجب عليهم فعلها ليس واجبا على السائل ولا مستحبا، بل المأمور به سؤال الله تعالى والرغبة إليه والتوكل. لما ذكر أنه لا بأس بالسؤال من الحي ولا بالحاجة من الحي، هذا مباح، لكن يقول تركه أحسن، ترك سؤال الناس أحسن، مهما استطعت إنك ما تسأل الناس فهو أحسن لك، لأن سؤال الناس مكروه، لأن فيه ذلة وحاجة إلى الناس. حتى الدعاء لا تطلب منه الدعاء، ادعو الله أنت، هو جائز أنك تطلب منه الدعاء، لكن أحسن من هذا أنك أنت تدعو الله عز وجل ولا تحتاج إلى المخلوق. نعم. وأصل سؤال الخلق الحاجات الدنيوية التي لا يجب عليهم فعلها ليس واجبا على السائل ولا مستحبا، بل المأمور به سؤال الله تعالى والرغبة إليه والتوكل عليه. هذا هو المطلوب، أنك تستغني عن الناس. نعم. وسؤال الخلق في الأصل محرم لكنه أبيح للضرورة. سؤال الخلق أموالهم الأصل محرم لأن في حاجة إلى المخلوق، لكنه يباح عند الحاجة مع الكراهة، مع الكراهة، فمهما استغنيت عنهم فهو أحسن. نعم. لكنه أبيح للضرورة وتركه توكلا على الله أفضل. نعم. قال الله تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، أي قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم فإذا فرغت من أعمالك فانصب
أي يتعب في العبادة، يتعب في العبادة والصيام والقيام، لأن المسلم ليس عنده فراغ في حياته، ليس عنده فراغ زيادة وقت كما يقول بعض الناس نقتل الوقت نقضي الوقت، ما في فراغ. إذا فرغت من أعمالك فاعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى، استغل فراغك في العبادة كما أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فرغت فانصب. ثم قال وإلى ربك فارغب، وإلى ربك على حصر، ارغب إليه ولا ترغب إلى غيره. فهذا فيه أن كونك ترغب إلى الله أحسن من أنك ترغب إلى المخلوق. نعم. قال تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، أي ارغب إلى الله تعالى لا إلى غيره. ارغب أي في طلب حوائجك إلى الله جل وعلا. وقال تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. لو أن المنافقين قالوا حسبنا الله، أي كافينا الله، شوف، فلم يقل حسبنا الله ورسوله، بل حسبنا الله وحده، فالحسب والكفاية من الله جل وعلا. حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، أما الإيتاء فهو من الله ورسوله، فالله يعطي والرسول صلى الله عليه وسلم يعطي مما أعطاه الله. سيؤتينا الله من فضله ورسوله. ثم قال إنا إلى الله راغبون، أفرد الله بالرغبة ولم يقل إنا إلى الله ورسوله راغبون، فهناك شيء مشترك بين الله ورسوله وهو الإعطاء من المال، وهناك شيء خاص بالله وهو الحسب والرغبة، هذه لا تكون إلا لله عز وجل. إنا إلى الله راغبون، فأنت ارغب في حوائجك إلى الله. نعم. فجعل الإيتاء لله والرسول بقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم، الرسول يؤتي من المال، يعطي عليه الصلاة والسلام، يقدر على هذا، بخلاف الرغبة والحسد هذا لا يكون إلا لله عز وجل. نعم. فأمرهم بإرضاء الله ورسوله، وأما في الحسب فأمرهم أن يقولوا حسبنا الله لا أن يقولوا حسبنا الله ورسوله، ويقولوا إنا إلى الله راغبون. ولهذا قال يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين، فالله حسب الجميع سبحانه وتعالى، أي كافيهم. نعم. ويقول إنا إلى الله راغبون، لم يأمرهم أن يقولوا إنا لله ورسوله راغبون، لأن الرغبة لا تكون إلا لله جل وعلا. نعم. الرغبة إلى الله وحده، كما قال الله تعالى في الآية الأخرى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فجعل نعم ومن يطع الله ورسوله، الطاعة مشتركة، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأما الخشية فلا تكون إلا لله عز وجل. نعم. كما قال تعالى في الآية الأخرى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله، ولم يقل ويخشى الرسول، لأن الخشية نوع من أنواع العبادة، والعبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. نعم. ويخشى الله ويتقه، ما قال ويتقه ويتقي الرسول، تقوى إنما تكون لله لأنها عبادة، فالعبادة ليس للرسول فيها حق، هي حق لله سبحانه وتعالى. نعم. فجعل الطاعة لله والرسول، وجعل الخشية والتقوى لله وحده. نعم، لأنها عبادة. نعم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس يا غلام إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لابن عمه لله بن عباس، وكان صغيرا يا غلام
الغلام هو الصغير، فهذا فيه تعليم الأطفال، تربية الأطفال، تعليمهم ما ينفعهم، ولا يقال هذا طفل ما يدري، أعلمك كلمات، يعلمك كلمات مختصرات حتى يحفظها. التعليم إنما يكون بالتدريج شيئا فشيئا، كلمات، هم تجيب له كتاب ضخم صحيح البخاري تقول يلا اقرا أعلمك، لا، علمه كلمات شوي شوي، هم تعطيها العلم جميعا. نعم. احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله، هل الله يحفظ؟ الله جل وعلا هو الحافظ لا يحفظ، لكن المراد حفظ دينه وحفظ أوامره، فمن حفظ أوامر الله ودين الله فقد حفظ الله عز وجل. نعم. احفظ الله تجده تجاهك، احفظ الله يحفظك، الجزاء من جنس العمل، فإذا حفظت دينك حفظك الله، وإذا ضيعت دينك ضيعك الله. نعم. احفظ الله تجده تجاهك، احفظ الله تجده تجاهك، هذه فائدة أخرى، تجاهك يعني في الإعانة والتوفيق، يكون أمامك دائما يسددك ويهديك ويرشدك. نعم. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. نعم، تعرف إلى الله في الرخاء في حال السعة للعبادة والدعاء والصلاة، فإذا وقعت في شدة خلصك الله منها. أما الذي لا يعرف الله إلا في الشدة ويكفر به في الرخاء، هذه طريقة المشركين الذين إذا وقعوا في الشدة في البحر دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. الذي لا يعرف الله إلا في الشدة هذا مثل المشركين. نعم. إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت فاسأل الله، هذا محل الشاهد، إن كونك ما تسأل الناس أحسن، تقصر سؤالك على الله. نعم. وإذا استعنت فاستعن بالله، الاستعانة عبادة، إياك نعبد وإياك نستعين، فلا تستعن في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله إلا بالله، إن كشف ضر أو شفاء مرض أو غير ذلك. أما الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه فهذا جائز، وتعاونوا على البر والتقوى، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، هذا في الأمور العادية التي يقدر عليها المخلوق. نعم. جف القلم بما أنت لاق، القلم قلم المقادير يعني الذي كتب الله به المقادير. نعم. جف القلم بما أنت لاق، هذا فيه الإيمان بالقضاء والقدر. نعم. فلو جهدت الخليقة على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. نعم، اعتمد على الله واعلم أنه لن يضرك أحد إلا بقضاء الله وقدره. نعم. فإن استطعت أن تعمل لله بالرضا مع اليقين فافعل. نعم، إن استطعت أن تفعل لله الرضا مع اليقين، الرضا عن الله مع اليقين والإيمان الصادق. نعم. فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. الصبر لا شك أنه رأس الدين، الصبر وهو حبس النفس عن الجزع والتسخط، هذا هو رأس الدين، فالذي ليس عنده صبر ليس عنده دين، لأنه ما يستمر إلا مع الصبر، فالصبر من الدين بمنزلة الرأس من الجسد، الجسد الذي ليس له رأس ليس فيه حياة، كذلك الدين الذي ليس معه صبر فإنه دين ميت لا يستمر. نعم، لأن الصبر هو الذي يحملك على الثبات على الدين وتحمل الأذى، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اللي ما عنده صبر ما يستمر على المشاق وعلى أذى الناس وعلى التعب. نعم. وهذا الحديث معروف مشهور، ولكن قد يروى مختصرا، وقوله الحديث كما هو في الأربعين النووية، شرح عليه الإمام ابن رجب في
في جامع العلوم شرحا جيدا، وشرحه مختصرا في رسالة مستقلة نور الاقتباس في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، شرح هذا الحديث شرحا وافيا رحمه الله. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، هو من أصح ما روي عنه. نعم. وفي المسند لأحمد أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان يسقط الصوت من يده فلا يقول لأحد ناولني إياه، ويقول: خليلي أمرني ألا أسأل الناس شيئا. نقف عند هذا. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم دعاء بعض الناس: اللهم إنا بنبيك نتوسل؟ هذا لا يجوز، هذا دعاء لا يجوز. توسل في الدعاء بالنبي في الدعاء لا يجوز، لأن هذا وسيلة إلى الشرك. إنما يدعو الله مباشرة بدون أنه يتوسل بالنبي. نعم. لو قال باتباعي لنبيك، العمل الإنسان يتوسل بعمله، اتباعي ومحبتي لنبيك، هذا لا بأس، لأن هذا توسل بالعمل. أما التوسل بذات النبي هذا أمر لا يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: فهمت من هذا الدرس أنه إذا دعا الإنسان الميت فإنه شرك، وإذا طلب منه التوسط فهو ذريعة إلى الشرك، فهل طلب الوسائط بين الله وخلقه لا يعد من الشرك الأكبر؟ وسيلة إلى الشرك، ووسيلة إلى الشرك. إذا صرف شيء من العبادة للواسطة كما يفعل المشركون هذا شرك أكبر، إذا ذبح له أو نذر له للميت أو للنبي أو لغيره فعل له شيء من العبادة هذا الشرك الأكبر. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا، يعبدونهم دون الأموات ويقولون شفعاء. فإذا صرف شيئا من العبادة للواسطة هذا شرك أكبر. أما إذا لم يصرف شيئا من العبادة وإنما طلب الوساطة فقط فهذا بدعة ووسيلة إلى الشرك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل تعتبر كل ذريعة إلى الشرك الأكبر، هل تعتبر من الشرك الأصغر فتصنف على أنها شرك أصغر؟ لا، قال وسيلة إلى الشرك، والوسيلة قد تكون وسيلة إلى الشرك الأكبر وقد تكون وسيلة إلى الشرك الأصغر، المهم أنها طريق إلى الشرك. نعم. فهي محرمة. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: في قول عيسى عليه الصلاة والسلام: فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، ما المراد بالوفاة هنا؟ المذكورة بقوله تعالى: إني متوفيك ورافعك إلي، قال والمراد بالوفاة وفاة القبض، أنه قبض حيا، قبض حيا ورفع إلى السماء، فالوفاة معناها القبض، قبضه حيا ورفعه إلى السماء. وقيل وفاة النوم، أنه نام أصابه النوم ثم رفع. أما الوفاة التي بمفارقة الروح إلى الجسد هذه لم تحصل لعيسى إلى الآن، إنما تحصل بعد نزوله عليه السلام، بعد نزوله إلى الأرض ثم يقتل الدجال ثم يحكم بالإسلام ثم يموت كما يموت غيره، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، هذا في آخر الزمان. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ذكرتم حفظكم الله أن الأنبياء لم يعبدوا إلا بعد موتهم، وعيسى عليه الصلاة والسلام قد عبد وهو لم يمت، فكيف الجمع بين ذلك؟ لا، هو لم يعبد وهو في الأرض مع الناس، إنما عبد بعد ما رفع، فهو غائب، هو غائب، هم لم يعبدوا وهم أحياء، إنما يعبدون بعد موتهم أو في غيبتهم، أو في غيبتهم، فهم عبدوه وهو غائب عليه الصلاة والسلام. نعم. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله: في قول الله تعالى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك،
هل في هذا إثبات النفس لله سبحانه وتعالى؟ نعم بلا شك تثبت النفس لله، ويحذركم الله نفسه، وتعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، لكن ليست كنفس المخلوق مثل سائر صفاته سبحانه وتعالى. نعم. وهل تفسر بأنها الذات؟ لا ما تفسر بشيء، تفسر على كما جاءت أنها نفس لله لا تشبه نفوس أو لا تشبهها نفوس المخلوقين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ورد أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعرف الشخص إذا جاء لزيارته؟ ما أعرف شيء في هذا، الذي ورد أنه يبلغ السلام من سلم عليه في أي مكان، في ملائكة طوافون يبلغونه سلام أمته عليه الصلاة والسلام، فيه أنه إذا سلم عليه المسلم يرد الله عليه روحه عليه الصلاة والسلام حتى يرد على من سلم عليه، ورد هذا. نعم ورد أنه ترد عليه روحه حتى يرد السلام على من سلم عليه، أما المعرفة ما أدري. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يزعم أنه يوجد من آثار الرسول صلى الله عليه وسلم كشعره وبعض ملابسه في الوقت الحالي وأنه يتبرك بها، هل هذا الأمر مشروع وهل هو صحيح؟ هذا غير صحيح، ولا يبقى شيء من الميت يستمر، قد يبقى وقتا قليلا ثم يفنى، هذا من الوهم والخرافة التي يريدون بها أخذ أموال الناس، يجيبون شعر ويقولون هذا شعر الرسول، عظم يقولون هذا الرسول صلى الله عليه وسلم في موته وفي قبره لا تأكل الأرض أجساد الأنبياء، فهو كما كان عليه الصلاة والسلام كما كان في قبره، لا تأكل الأرض أجساد الأنبياء ولا شعورهم ولا، أما أنه بقي منه شيء، يروى أن بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها شيء من شعره، لكن هذا في وقت قريب من وفاته صلى الله عليه وسلم، أما أنه يستمر. ثم أيضا من يثبت أن هذا شعر الرسول؟ من يثبت أن هذا ثوب الرسول أو هذه بردة الرسول؟ هذا كله من الخرافات. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، السجود عند الصنم والقبر والذبح عند الصنم والقبر كذلك، هل يكفر صاحبه أم لا بد أن ينظر هل هو ذبح للصنم وسجد للصنم أو ذبح لله وسجد لله عند ذلك؟ هذه سفسطة وحذلقة لا تجوز، من ذبح عند القبر فهو مشرك، ومن سجد عند القبر فهو مشرك، ألا علينا من هل نوى ما نوى، كل هذه سفسطة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض من يأكل الجمر في مهرجانات العيد يقول إن سبب أكله للجمر هو أن ذلك أمر خارق وسببه تقوى الله وقوة الإيمان، هل كلام مثل هؤلاء صحيح وهل يصدقون؟ هذا باطل، وهذا من مخاريق الشياطين، وهذا دجل شعوذة، جيب له جمر وخله يأكله إن كان وصاد، جيب له أنت جمر وخله يأكله، لكن هذه كلها مخاريق، صورة جمر وموب جمر وكلها أشياء من القمرة، هذا من القمرة، مثل ما فعل قوم فرعون، سحروا أعين الناس واسترهبوهم، سحر تخيلي، وهم كذبة وليسوا أولاء من أولياء الشيطان وليسوا من أولياء الرحمة، كما يأتيكم في هذا الكتاب أنهم يعملون أشياء من أعمال الشياطين ويقولون هذه كرامات ونحن أولياء الله، وهم لا يصلون ولا يصومون ولا يتورعون عن الزنا والسرقة ويقولون نحن أولياء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يقبل الله سبحانه توبة العبد إذا عاد مرات كثيرة إلى نفس المعصية ثم تاب ثم عصى ثم تاب؟ نعم يقبل الله التوبة ولو تكرر الذنب، ولا يقنط المسلم من رحمة الله، عليه أن يتوب ولو تكرر منه الذنب، ولا يقول إن الله لا يقبل لأني كررت. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، صمت اليوم الأول من أيام الست، وقد كنت في رمضان قد أيقظني زميلي من النوم بعد أذان الفجر
وقال لي إنه قد أذن الفجر ولكن لغلبة النوم لم أسمعه، فشربت ماء معتقدا أن الفجر لم يطلع بعد، ثم تبين بعد ذلك أنه قد طلع. السؤال: ما حكم صيامي في ذلك اليوم، وهل علي القضاء؟ وإن كان علي قضاء فما حكم صيامي ليوم من أيام الست، هل أقضيه كذلك؟ ما دمت أنك شربت بعد طلوع الفجر فإن صيامك غير صحيح، عليك القضاء. وكونك صمت صوم يوم من أيام يوم من الست لا بأس بذلك، هو صحيح صومك، فتصوم القضاء ثم تكمل الست، صم خمسة أيام مع اليوم الأول تصوم ست، ما في معنى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: من كان عليه كفارة جماع في نهار رمضان هل يمتنع عن مواقعة أهله حتى يكفر؟ أي نعم، من قبل أن يتماسك، صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، مثل كفارة الظهار سواء بسواء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: خرج كثير من الكتاب في الصحف يتكلمون عن هلال شهر رمضان وأنه كان خطأ في الرؤية، فما النصيحة لهؤلاء؟ هؤلاء لا يقبلون النصيحة، ولكن أنتم لا تلتفتوا إلى كلامهم، المسلمون على خير وعلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة الشهر 30 يوما، هذه سنة الرسول، نحن إن شاء الله نتمسك بها. أما هؤلاء فيقولون ويقولون ولا نلتفت إلى أقوالهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هناك مكينة كهرب وضعها أحدهم وقفا في مسجد، ويبثون منها ويأخذون منها التيارات الكهربائية لجيران المسجد، ويعود ريع هذه المكينة للمسجد أيضا. قد قام بعض الجيران بإيصال الأسلاك لمن على سطح بيتهم دشوش، فثار العامة من ذلك، فما هو الحكم في هذه الحال؟ لا يجوز أن يستخدم الكهرب للدشوش التي تبث البرامج السيئة، هذا من الإعانة على الباطل، يقطع الكهرباء عن هذه الدشوش، لأن هذا وقف ولا يستعمل للمعاصي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: بعد أحداث الإساءة للرسول صلى الله عليه وسلم والرسوم التي كانت في السابق، قال أحدهم: يا رسول الله سامحنا، لم نقم بالواجب في الدفاع عنك، فما حكم هذه المقولة وهذا الدعاء؟ هذا كلام باطل، ألا يجوز أن يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم وتطلب منه المسامحة؟ هذا لا يجوز، هو كلام باطل، عليه أن يستغفر ويتوب إلى الله ولا يعود لمثل هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل لابد أن تكون العطية بين الأولاد والبنات إذا كانت العطية من والدتهم أو جدتهم؟ هل لابد أن تكون بالعدل للذكر مثل حظ الأنثيين؟ عموم الحديث يقتضي هذا، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، هذا عام للأب وللأم أن يعدلوا بينهم، والعدل أن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين كما في الميراث. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل تلحين الدعاء وترتيله يعتبر بدعة؟ المهم أن الإنسان يدعو الله، وأما أنكم تجادلون في كيفية الأداء وهذا ترتيل وهذا مدري كيف، اتركوا هذا، ادعوا الله واتركوا الناس يدعون الله عز وجل، ولا تخذلوهم ولا يحصل جدال في هذه الأمور. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل هذه العبارة صحيحة؟ ما سوى العالم فهو الله، هل هذا الكلام صحيح؟ نعم، هذا في ثلاث وصول، في أوله وما سوى الله والعالم وما سوى الله فهو عالم وأنا واحد من ذلك العالم. نعم، هذا في أول
في أول ثلاثة الأصول. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كنت مسافرا وقد جمعت صلاة الظهر إلى العصر فوصلت إلى المدينة. كنت مسافرا قد جمعت صلاة الظهر إلى العصر ووصلت إلى المدينة، فدخلت مع الجماعة وهم يصلون العصر بنية صلاة الظهر ركعتين، فهل صلاتي صحيحة؟ أعد السؤال. أقول كنت مسافرا وقد جمعت صلاة الظهر إلى العصر، صلاة العصر إلى الظهر، ووصلت إلى المدينة فدخلت مع الجماعة وهم يصلون صلاة العصر، ودخلت معهم بنية صلاة الظهر. كيف يصلي الظهر وصلىها في الطريق؟ صلىها في الطريق خلاص في وقتها. إن كان يقصد العصر إنه عاد صلاة العصر لأنه وصل إلى البلد وهم يصلون العصر، دخل معهم، إذا دخل معهم يكمل أربع ما يصلي اثنتين. نعم انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.